الأيام ناسا عجيبة ترى العدل ظلما أو ترى الأمن في الذئب. شرع في لغة العربي ترجع إلى شيئين: الطريق المستقيمة ومورد الاستقاء. نعم. أي مما يستقي الناس. نعم. وهذين المعنيان نعم. هم الذي تتضمنهما شريعة الرب سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية. نعم. فالشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية نعم. هي التي تهدي إلى طريق الاستقامة، ومنها يستقي المسلمون مورد حياتهم ومورد سقياهم، سقيا القلوب وسقيا الوطن وسقيا الأنظمة الاجتماعية والسياسية، فيردون على هذه الشريعة لكي يستقون ولكي يعني تقضي حاجاتهم وتدبر شؤونهم وترعى حالهم. فكلمة السياسة الشرعية مرجعها كما ذكرنا إلى هذين اللفظين في لغة العرب. ولذا عندما جاء العلماء وأرادوا أن يعرفوا السياسة الشرعية كانت فحوى تعريفاتهم تدور حول تدبير شؤون الدولة وشؤون المسلمين ورعاية مصالحهم بما يوافق الشريعة الإسلامية من أحكام النصية والإحكام الاجتهادية. فالسياسة الشرعية فيها مصالح العباد ومصالح الناس أفرادا ومجتمعات. هذا هو يعني المعنى العام للفظ السياسة الشرعية. وكثير من الناس عندما يستمع إلى لفظة السياسة وحتى إذا سمع إلى لفظ السياسة الشرعية استغرب وقال: هل في الإسلام سياسة؟ وهل هناك سياسة شرعية وسياسة غير شرعية؟ لأن السياسة في الوقت المعاصر ارتبطت بمسائل تشمئز منها الأنفس السليمة والفطر الطيبة الصالحة. فغالبا عالم السياسة في هذه الأعصار ارتبطت بالكذب، ارتبطت بالخيانة، ارتبطت بتلميع أشخاص أصحاب تاريخ فاسد وتاريخ ظالم وغير ذلك، ارتبطت بمهاترات وسب والشتم، ارتبطت بظلم وغصب للسلطة، ارتبطت بأشياء تشمئز منها الأنفس والفطر السليمة. ناهيك عن أن هذه الأشياء التي ارتبطت بها مصطلح السياسة هي مرفوضة في الشريعة الإسلامية. طيب شيخ، قبل أن نواصل الكلام بالسياسة التي موجودة الآن وكيف شوهت، بارك الله فيك، بداية ابتدأت الحلقة بارك الله فيك بأن هناك تعريف لهذه السياسة وقد سردت لنا هذا التعريف. طيب هذا التعريف من أين أتيت به؟ هل هناك كتب ومصنفات صنفت في السياسة الشرعية قديما، أو هو مصطلح جديد يعني تكلم فيه الأشياخ واجتهدوا فيه حديثا، أو هو مصطلح جديد قديم؟ بارك الله فيك. السياسة الشرعية هي خلاصة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في دعوته 23 سنة، وخلاصة العهد الراشدي في زمن الخلفاء الراشدين وتبعهم ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه الخليفة الخامس وغيره من الخلفاء الراشدين. وهذا العلم وهذه النظرية، نظرية السياسة الشرعية، هي نظرية علمية عملية طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وسنأتي لهذا لعلنا في الحلقة. والعلماء كتبوا فيها ودونوا فيها مؤلفات كثيرة. أول يعني من أوائل ما دون في كتب السياسة ما دونه الأسبقون كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من الأئمة، كتاب مثل ما يسمونه كتاب الأموال، كيف تصرف الأموال وكيف تجبى وغير ذلك، كتاب الخراج للإمام أبي يوسف، كتب أخرى مثل ما صنف في كتب السنة، كتاب الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك وكل كتب السنة والسنن الأربعة، تجد أن الإمام صنفوا كتاب الجهاد، كتاب الإمارة، الإمارة أي التأمير والحكم والسياسة وسياسة الأمراء، كتاب البيعة، كتاب الجهاد. هذه الكتب في كتب السنة اهتمت بقضايا السياسة الشرعية. جاء من بعدهم من العلماء دونوا في كتب خاصة وفصلوها
أصبحت مفصولة كعلم مستقل كعلم الفرائض مثلا. فدون من الأئمة السابقين واللاحقين الإمام مثلا الجويني في كتابه ما اشتهر باسم الغياثي، أو كتاب الإمام الماوردي الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية لأبي يعلى، كتاب كذلك تدبير أو تحرير الأحكام لأبي شامة، تبصرة الحكام للإمام ابن فرحون المالكي. وكل هذه الكتب يعني جاءت في الكلام عن السياسة الشرعية؟ كلها وأضعافها، مئات الكتب. ربما أتيت بمجموعة من الكتب شيخنا حفظك الله. عندنا هنا بعض الكتب، منها على سبيل المثال هذا كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام ابن جماعة الكناني الشافعي. وهذا الكتاب على الإخوة يشاهدونه، ربما تعرضوا على الكاميرا، هكذا اسمه تحرير الأحكام. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. عندنا كتاب آخر مثلا هنا الأحكام السلطانية للإمام أبي يعلى الحنبلي. وعندنا طيب هنا هذه كتاب شيخ الغياثي. شيخ هذه كل هذه الكتب من علماء السلف يعني بارك الله فيك. هذه كلها من علماء السلف والسنة. كتاب تبصرة الحكام في أصول أقضية الأحكام للإمام ابن فرحون المالكي. ولعل من آخرها نظام الحكومة النبوية للإمام محمد بن عبد الحي الكتاني. هذا هذه الكتب وأضعافها اشتملت في السياسة الشرعية. أنا أقول أضعافها، مئات من الكتب تكلمت عن السياسة الشرعية النافعة. على سبيل المثال هناك كتاب للإمام ابن رضوان المالكي الأندلسي المالكي من علماء الأندلس، عنده كتاب اسمه الشهب اللامعة في السياسة النافعة. هذا الإمام عندما ألف هذا الكتاب ألفه وضع فيه تقريبا 25 بابا، بدأها بقضية وجوب تنصيب الإمام والحاكم والخليفة، قضية وضع أبوابا فيما يجب على السلاطين والأمراء والحكام من شروط لكي تولوا الحكم، وأبواب في فضيلة العدل ووجوبه، أبواب فيما ما هي حقوق الرعية، ما هي حقوق الراعي السلطان، في تدبير الجيوش، في تدبير أموال المسلمين، جباية المال، قضايا اللي هي تتعلق بسياسة الدولة، الرعية وسياسة الدولة. نعم. كل السياسة. يعني الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك الأمة إلا وبين لها كل الخير ونهاها عن الشر، فما من شيء إلا والنبي عليه الصلاة والسلام ترك لنا فيه علما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذه السياسة الشرعية التي ترتبط بشرع الله سبحانه وتعالى هي نوعان. شيخ قبل أن تذكر أنواع السياسة الشرعية، ابتداء أنت ابتدأت بأن الآن في الواقع المعيشة الذي نعيشه بأن السياسة شوهت يعني أو شوهت من قبل بعض الناس، وأن الناس غيب عليهم معنى السياسة الشرعية، وبأنها ليس علاقة وطيدة بين الدين والسياسة. ولم تواصل حديثك عن هذا. جميل. نعم. الإمام ابن فرحون المالكي في كتابه هذا الذي ذكرته لكم تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، يقول فيما تكلم عنه في قسم السياسة الشرعية، يقول بأن من يرد السياسة الشرعية هو رد للنصوص الشرعية. هو رد للنصوص الشرعية وتجهيل لخلفاء الأمة الراشدة. لماذا؟ لأن الذي يقول أن الإسلام والشريعة لا دخل لها بالسياسة كأنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين لنا كيف نسوس حالنا ومجتمعنا ودولتنا وأمورنا التي نحتاجها في يومنا وليلتنا من أمور اقتصادية ومالية وأمور عسكرية وأمور داخلية وعلاقات خارجية. كأنه قال أن الدين لم يتم وأن الرسول لم يبلغ الأمانة، وأن الخلفاء الراشدون كانوا عندما يقضون في الأقضية ويسوسون الناس كانوا يعملون أمور عبث.
نعم. فالذي يرد كون موجود قضية اسمها قضية السياسة الشرعية وأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس ذلك في حياته وأن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من دول إسلامية وخلافات إسلامية ومدى قربهم من الشريعة والسياسة الشرعية والسياسة الشرعية من بعدهم، الذي يقول هذا كأنه يقول أن الدين لم يكمل. والدين الشريعة الإسلامية بيّنت لنا أحكام الطهارة، أحكام التخلي، أداب التخلي، دخول الخلاء، وبيّنت لنا ما كيف نعلم أطفالنا، يعني علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأمرتنا أن نعلم الصبيان أن يسموا اسم الله على الأكل، علمتنا أداب النوم وأداب قضاء الحاجة، أداب الأكل، أداب الشرب، أداب الخروج من المنزل، الخروج من المنزل، شروط الأنكحة، شروط الأنكحة، المعاملات الأسرية، المعاملات الزوجية، معاملات العقود، غير ذلك من المعاملات التي يعيشها الإنسان. فالذي يريد أن يقول أن هذا نعم علمنا، ثم لم نعلم كيف نبني دولة وكيف نختار الحاكم وكيف يولى الحاكم وما هي شروط الإمام والحاكم ومتى يعزل الإمام ومتى يخلع ومتى يطاع ومتى لا يطاع ومتى يخرج عليه ومتى لا يخرج عليه. الذي يريد أن ينفي هذا وجوده، الذي يريد أن ينفي وجود نظم إسلامية. طيب هل حقيقة هذه الأشياء التي ذكرت شيخنا الله يحفظك موجودة يعني في الإسلام، موجودة في هذه الكتب التي ذكرت؟ يعني هل تكلم الفقهاء وتكلم العلماء عن طريقة حكم الدولة وعن طريقة كما قلت اختيار الحاكم وعزل الحاكم وعن طريقة يعني تسييس وتنظيم الدولة بصورة عامة؟ النظام السياسي في الإسلام نظام محكم وبين، نظام محكم وبين. فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن ننظر إلى سورة يوسف عليه السلام، نجد أن سورة يوسف ذكرت وبينت قضايا كثيرة من قضايا سياسة الدولة. فنجد على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فيه إشارة أن القضايا الكبرى والقضايا العظيمة لا ينبغي أن يتولاها الإنسان وهو لم تكتمل قوته العلمية وقوته الجسدية وإدراكه العلمي، إدراكه العقلي، إدراكه الجسدي. في آية أخرى مشابهة لهذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في حق طالوت أن الله سبحانه وتعالى أتاه بسطة في العلم والجسم، ولهذا اختير لكي يقود الأمة. نجد كذلك في سورة يوسف عليه السلام إشارة قرآنية أن اختيار الناس لتولي المناصب يجب أن يكون بعد اختبار وبعد امتحان وبعد تبين. فعندما أراد ملك مصر أن يعين يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال توني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عندما كلمه وجد منه العلم والحكمة، وكذلك بعد أن فسر له الرؤيا التي فسرها له وتلك الرؤية العظيمة التي تكلم فيها أهل العلم كيف أن الأزمات تدار. يعني قصة يوسف عليه السلام ورؤية الملك بيّنت لنا أن حتى الأزمات عندما تقع الأمة والدولة في أزمة كيف تدير الأزمة. الملك أول شيء استعمل الشورى، قال يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. استشار الملأ الذين من حوله و طلب من يفسر له الرؤية. من حوله من الملأ قالوا أنها أضغاث أحلام. قال رجل أن هناك رجل يفسرها لنا، فسرها لهم يوسف عليه السلام وذكر لهم أنهم سيبقون 7 سنين يزرعون فيها ويحصدون فيها، ثم تأتي سنين أخر 7 شداد وهي قفر لا زرع فيها وجذب، وأمرهم أن يدخروا في السنين 7 للسنين الشداد. هذه تدبير أزمة، هذا تدبير أزمة لنقول لأهل الأزمة إدارة الأزمات. يعني إدارة الأزمات موجودة في القرآن. في قضية تولي الحكم وتولي من يتولى الحكم، قال الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر إنك ضعيف.
نعم. فلا تتولين إمارة، بل لا تتولى على مال يتيم. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينصح أبا ذر. نعم. مع أن أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه رجل من عظام الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومعروف زهده وورعه وتقواه، حتى في الحديث ما أقلت الغبراء ولا أظلت كأبي ذر، وجاء أنه يحشر يوم القيامة أمة وحدة، ومع هذا ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى الإمارة لأن فيه ضعف. ويأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسلم خالد بن الوليد، أول ما يسلم يوليه إمارة الجيوش. لماذا؟ لأنه قوي ويستطيع أن يتولى قيادة الجيوش ويكون بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لنصر الإسلام وأهله. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرمه الله عز وجل على الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما الإمام جنة. ذكر فيه المقصد من وجود الإمام والحاكم، أنه جنة، أي يستتر به من خلفه، فيكون الحاكم هو الساتر لهم، يمنعهم ويدفع عنهم ويحفظ لهم أقواتهم وأموالهم إلى غير ذلك. طيب، هذه الأقوال التي ذكرت بارك الله فيك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ممارسته مع الصحابة، هل كانت كمنهاج رسمه صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة الإسلامية من بعده وطبقت فعلا في عهد السلف وغيرهم، وهناك نماذج واقعية، أو إنما كانت اجتهادات منه صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. نعم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة كانت واضحة، والطريقة كانت واضحة، والمسيرة كانت واضحة للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وكان الله سبحانه وتعالى يرسل له جبريل ينزل عليه الوحي لكي يحكم في كل القضايا، في قضايا المالية، فكما أنزلت الآيات: ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. القضايا، في قضايا الأسرى والجهاد والدفاع. كما قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. في بداية الإسلام نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الأسرى حتى يثخن في الأرض بقتل المجرمين الذين صدوا عن سبيل الله لكي يرتدعوا عن الكفر ويرتدعوا عن ضرب الإسلام ودعوة الإسلام وأهله. في آيات كثيرة يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفصل في قضايا تعبدية، في قضايا مالية، في قضايا معاملات. كما أنزل الله سبحانه وتعالى مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه نزلت في حادثة. هذه الحادثة أن هذا الرجل ظاهر من زوجته وأراد أن يجعل زوجته كظهر أمه. لا هي زوجته ولا هي طالق، فأنزل الله عز وجل الوحي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي سبحان الله في كل مسيرته. في حربه وسلمه، في الهدنة وفي الجهاد، في القتال وفي غيره، في المعاملات الشخصية الأسرية وفي المعاملات التجارية وفي كل ذلك. ننظر في سورة آل عمران وما أنزل الله عز وجل فيها من آيات بينات توضح معاني الجهاد وطرق الجهاد والدفع والنصر وطلب العدو وفتح بلاد الإسلام. ننظر في قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الصف، ولماذا سميت الصف؟ لكي يجتمع الأمة ويجتمع صف المسلمين. كما قال الله سبحانه وتعالى: آمن العباد أن يكونوا متوحدين في صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان منصوص. هذه سياسة تبين طريقة إعداد الجيوش وصفها وتدبير أمر جيوش المسلمين إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق السياسة الشرعية في حياته كلها، بل إن المفهوم المعاصر والفكر المعاصر لقضايا السياسة عندما تكلم عن السياسة وعن الدولة قال بأن الدولة هي لها أربع أركان: شعب وأرض ودستور وقيادة، وهي أمة
وطن، هذه لربما تكون الدولة الحالية، هذه الدولة الحالية. نعم. بل هي في حقيقة الأمر هي أي دولة تريد أن تقم تقوم قيام صحيح لابد أن تكون فيها هذه الأركان، وهذه وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يدعو إلى الله عز وجل في مكة ويدعوه من التوحيد وطلب من قريش أن يمكنوا لدين الله عز وجل وأن ينصروا دين الله وأن يكون نعم. لهم العز والنصر والنصرة نعم. في هذا الدين، أبوا. فذهب عليه الصلاة والسلام من الطائف وكان يذهب للقبائل نعم. يقول لهم من ينصرني ومن يمنعني لكي أبلغ رسالات ربي نعم. وفعل هذا إلى أن جاءه والتقى بالصحابة الكرام من أهل يثرب، من أهل المدينة، من أهل طابة، من أهل طيبة، والتقوا معه في أحد مواسم الحج وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الأولى. ثم في السنة الثانية اختير منهم نقباء وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن يهاجر إليهم وأن يمنعوه كما يمنع وينصر ويحافظ على ذراريهم وأزواجهم. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في دولته كانت هناك كان هناك أمة وهي المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم. هذه في دولة المدينة. في دولة المدينة نعم. كانت هناك أمة المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم نعم. ثم تجد بعد ذلك الأرض وهي المدينة تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، تحت حكم الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد أن أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وضع وثيقة نعم. وهذه الوثيقة التي وضعت في المدينة مشتهر باسم وثيقة المدينة نعم. وفيها أحكام كثيرة جدا، أن للمهاجرين أن المهاجرين والأنصار إخوة، وأن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ثم وضع الطرق والمعاملات التي يتعاملون بها مع المشركين واليهود. لربما في الوثيقة هذه حولهم إن ضربناها بالواقع حاليا قريبة من واقع الدستور الذي ينظم حياة الناس، هو في نوع ما قريب نعم. لأن هذه الوثيقة كانت هي كلها مما جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات بوحي من الله سبحانه لكن وتعالى. شيخنا بارك الله فيك الآن ثم معنا سمحنا نعم الركن الرابع بس القيادة نعم. كانت دولة المدينة دولة النبي صلى الله عليه وسلم بقيادته عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأتي أحد إلا ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فيبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر نعم. يبايعونه أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يمنعون ويحفظون ذراريهم ونسائهم نعم. فكانت البيعة، وكان معروف بين الصحابة أن الأمر والمرجعية والقيادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الحكومة مكتملة نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن حكومة النبي وسيرته وطريقة إدارته نقول للناس ارجعوا إلى سيرة النبي، اقرأوا في كتب السيرة. لكن شيخ عصام بارك الله فيك، الآن من ينتقدون كلام المشائخ وكلام العلماء في السياسة الشرعية يقولون بأن هذه السياسة التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت لذلك العهد، وإنما جعلت لأمة بعيد الواقع الذي كان يعيشونه، بعيد عن واقعنا وبعيد عن حياتنا، فجاءت لواقع غير واقعنا ولحياة غير حياتنا. فما صحة هذه الادعاءات بارك الله فيك؟ هذه السياسة شموليتها وكمالها نعم. ونفعها تلحق الأمة في أولها وتلحقها في آخرها، لأن المنزل لهذه السياسة هو الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذا القرآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم كما قال الله عز وجل نعم. وفي آيات أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن والسياسة الشرعية حفظت بحفظ القرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السياسة الشرعية هي من الدين، والله عز وجل رضيها لأنه رضي الدين، اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فبما أن هذه السياسة منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله لابد أن تكون ربانية، تكون تامة شاملة. نعم. للخلق أجمعين. نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمن؟ للعالمين. للعالمين نذيرا. نعم. لكل العالمين. طيب هل العالمين هؤلاء؟ نعم. الذين كانوا في زمن النبي فقط، ولا لكل العالمين لآخر البشرية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. خمس أشياء أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تعطى للأنبياء من قبلي، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال في أحدها عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة. نعم. للناس كل. نعم. للخلق أجمعين، بل نعم. للجن. ها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وشهد له بالنبوة بعض الحيوانات الذين كانوا في زمنه، وثبت ذلك من دلائل نبوته وخصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فهذه الشريعة شاملة. طيب كاملة. شيخ تنفع لكل زمان ومكان. نعم، بارك الله فيك. الآن أصحاب المدارس المختلفة الذين الآن ينكرون أمر السياسة الشرعية وأمر دخول الشريعة الإسلامية في سياسة الدولة وفي منهج الحياة بصورة عامة، يقولون نحن لا نعارض الإسلام، الإسلام دين وسطي، ومكان هذا الإسلام راقي جدا، ينبغي أن يكون في المساجد. وطبعا هذه السياسة تدرس في المساجد ولا مانع، ولكن الحياة التي نعيشها من اقتصاد ومن إعلام ومن يعني المنظومة الحياتية العامة، فينبغي أن نضع القوانين التي وضعها الآن العلماء الذين واكبوا العصر الحديث وواكبوا التكنولوجيا وواكبوا يعني التغيرات، وإنما الدين نحن لا نعارض هذا الدين، الدين الجميل الذي ينبغي أن يبقى في المساجد ولا يتدخل تدخل يعني لربما يضر بالدولة. نعم. نقول لهؤلاء أن السياسة الشرعية نوعان. نعم. سياسة نصية ومرجعيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تنبثق من أدلة القرآن، من أدلة السنة. نعم. من إجماعات العلماء، اجتمع العلماء على قضية واتفقوا عليها، هذا الجزء. وقسم آخر سياسة اجتهادية. نعم. وهذه السياسة الاجتهادية هي في ضمن الإطار العام للشريعة الإسلامية، سياسة اجتهادية. نعم. وهذه السياسة الاجتهادية هي التي يحتاجها الناس مع تغير الأحوال والأزمان والأماكن. نعم. فالشريعة الإسلامية وضعت قواعد عامة مالية، ووضعت قواعد عامة. نعم. عسكرية، ووضعت قواعد عامة سياسية داخلية وخارجية، وضعت قواعد عامة في كل شؤون الحياة، ثم وضعت قواعد أو نصوص جزئية في مسائل جزئية. في الأشياء المتغيرة وفي الأزمان المتأخرة تكثر النوازل، وكلما كثرت هذه النوازل وتغير الأحوال تكثر الأقضية الشرعية الاجتهادية التي يراعى فيها جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا باب واسع يدخل في ضمن الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتكميل المصالح ودفع المفاسد. هم شيخ حتى من ينكرون يعني يستدلون أحيانا بنصوص شرعية، يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى وأعلم بأمور دنياكم، فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنتم تقحمون الدين في الحياة؟ هذا هو، نقول نحن هذه أنتم أعلم بأمور دنياكم إلا فيما جاء فيه النص. نعم. يدل على حرمته أو مخالفته للشريعة، فيترك ويجتنب ويصبح من الشريعة الفاسدة. نعم. من السياسة الفاسدة. وأما ما دعمته النصوص الشرعية والقواعد العامة فهذا نقول أنه من السياسة الشرعية. على سبيل المثال، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الوزارات كما هي الوزارة الآن. نعم. هل يمكن أن نقول الآن أن نحن لا نعمل وزارات بمكاتب وبنظم وبإدارات معينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ لا نقول هذا.
لأن هذه كلها من الأشياء المحدثة التي لا تخالف الشريعة، بل هي فيها خير ونفع إذا استخدمت استخدام صحيح. ونقول أن هذه الإدارات وهذه المكاتب وهذه الطرق الإدارية الحديثة الجديدة المعاصرة، ما لم يكون فيها شيء يخالف الشريعة فهي طيبة مباركة، نأخذ منها الجديد النافع ونترك منها الفاسد الذي يخالف الشريعة. إذن شيخنا بارك الله فيك، ما زال الحديث يعني طويل جدا في السياسة الشرعية، لربما يحتاج إلى حلقات، ولكن نحاول في هذه الحلقة أن نغطي جزءا من السياسة الشرعية، نواصل الكلام عن السياسة الشرعية شيخنا بارك الله فيك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نواصل. فاصل أيها المشاهدون ونعود، فلا تذهبوا بعيدا. قدرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة إلا بعد الإجابة على الأسئلة الأربعة. إجابة صحيحة يؤخذ به إلى الجنة، تسقط في الإجابة يؤخذ به إلى النار عياذا بك اللهم من النار. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خبرت من الدنيا أمورا شديدة تطير لها الأحلام من شدة الرهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا أيها المشاهدون والعود أحمد. شيخنا بارك الله فيك شيخ عصام عرعرة، تكلمنا قبل الفاصل عن مفهوم السياسة الشرعية، وهل هذه السياسة الشرعية طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف، وأتيت بارك الله فيك بشواهد، ثم ذكرت لك مجموعة من الردود من المعارضين للسياسة الشرعية، ومن أبرز يعني الشبهات إن صح التعبير يعني المطروحة الآن، يقولون بأن السياسة الشرعية التي يذكرها المشايخ ويذكرها العلماء لربما تدعو إلى حكم الفردي وتدعو إلى فكر الفردي، أو بصورة أوضح يقولون هناك دول قامت كدولة الخميني فيريدون أن يصدروا هذه الدولة مرة أخرى في باقي الدول المسلمة بحكم بفهم فلان أو فهم فلان بعيد عن فهم الإسلام، وإنما الإسلام لم يجعل إلا وسطيا وسمحا، فما هو الرد يعني على هذه الشبهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا ننسى في هذه الحلقة أن نبارك لإخواننا المسلمين في هذه البلاد ولكل المسلمين في العالم الإسلامي بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونقول لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا العيد بالقبول وبالأمن والإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام يوم عرفة، ونذكر أمين المسلمين أمين بصيام يوم عرفة غدا. وعيدك مبارك مقدما إن شاء الله. عيدك مبارك يا شيخ، ربي يتقبل من جميع. بالنسبة لهذه القضية، قضية أن مثل هذه المسائل وقضية السياسة الشرعية قد تجر إلى حكم الفرد أو إلى إقامة دولة كدولة الخميني، نقول أولا إن دولة الخميني ليست هي دولة إسلامية أصلا، إنما هي دولة فارسية، هذا التوصيف الحقيقي لها، لأن عقيدة الشيعة والرافضة الإسلام منها براء، وما جاءت هذه العقيدة وهذه الدولة إلا لضرب الإسلام وهدم الإسلام وأهله من الداخل. فهذا ليس مثال لكي يستدل به على الدولة الإسلامية، إنما المثال هو المثال الراشد
الذي جاء في عصر النبي ثم في عصر الخلفاء الراشدين، ومن اقتدى قد بهم ومن احتذى حذوهم على مر العصور والأزمان إلى آخر خلافة سقطت وهي خلافة العثمانية. يؤخذ ما فيها من خير ويرد ما فيها من سياسة ظالمة. ولهذا نحن نقول أن السياسة نوعان، سياسة عادلة وسياسة ظالمة. بدأنا في الحلقة ولم نكمل. السياسة العادلة هي التي لا يكون فيها الفرد هو مصدر السلطات ومصدر السيادة ومصدر الحكم ومرجعية إليه. ليست هذه السياسة العادلة. السياسة العادلة تترفع عن مثل هذه الأشياء، بل تترفع عن ما يسمى في الفكر السياسي المعاصر وما استورد من الغرب بالنظام الثيوقراطي، وهو حكم باسم الرب أو باسم الدين، وهو ما كان في وقت تولي الكنيسة للحكم في العصور الوسطى في الغرب، حيث أن الملك والبابا كان يحكم باسم الرب، أن ما يحكم به هو حكم الله، وكان للملك أو لباب الكنيسة حق التشريع، فيحل ما أراد ويحرم ما أراد، ولو كان ما أحله حراما أو ما كان ما حرمه حلالا. هذا باطل في الشريعة الإسلامية، لأن نحن عندنا في السياسة الشرعية السيادة لله وحده سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن المرجعية لله، القضاء لله، الحكم لله، حتى أن إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يحكم بما أنزل الله إليه. أمره الله وأنحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن بعض الساسة أو الملوك أو الحكام أو القضاء قد يغيرون أحكام الله بأموال، لكن الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن الحكم فيه لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو أحكم الحاكمين. وفي غيرها من الآيات: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة يوسف عندما كان يخاطب صاحبيه في السجن. إذن السياسة الشرعية من خصائصها أن السيادة لله سبحانه وتعالى، وهنا السيادة لله والمرجعية لله دائما تبرز من وسائل الإعلام ومن من ذكرت، يعني من المدارس المختلفة المعارضة للسياسة الشرعية، يقولون بأن عندما يكون الحكم لله وتكون الدولة مرجعيتها الإسلام فسوف تكون مناهضة ومضادة للدولة المدنية المواكبة للعصر والمواكبة للتكنولوجيا وتطور الحاصل حاليا. فهل هناك دولة مدنية وهناك دولة يعني دينية؟ لا، هو عندما يقولون الدولة الدينية أو التيار المدني أو دولة مدنية أو التيار المدني أو طرق الحكم المدنية، هناك خلط هنا يخلطون به على الناس ويلبسون به على الناس. إن كنا نقصد بالحكم المدني ما يقابل الحكم العسكري نقول لهم: طيب، نحن ما نريد حكم بالحديد والنار في الخير وفي الشر وفي الحق وفي الباطل. لكن المقصود بالحكم المدني هنا، المدني هو بمفهوم الغرب، بمفهوم اليهود والنصارى، الحكم المدني الذي انسلخ من حكم الدين. الذي انسلخ من حكم الرب سبحانه وتعالى، لأننا كما ذكرنا أن الكنيسة في العصور الوسطى أصبحت تحكم باسم الرب بأحكام باطلة ابتدعوها هم باسم الله وباسم الدين، وهي ظلم وعدوان، هم ابتدعوها فأصبحوا يتسلطون على الناس ويظلمون الناس. فانسلخ اليهود والنصارى من مثل هذه الأحكام لأن فيها ظلم وتعدي. لكن نحن في سياستنا في السياسة الشرعية الدين محفوظ، الدين محفوظ ولا يستطيع أحد أن يغير فيه، ولا يستطيع عالم أن يغير فيه، ولو أراد عالم أن يغير فيه لانتهض له العلماء في أصقاع الأرض وفي الشرق والغرب يردون عليه. ولهذا عندما برزت مجموعة
من هؤلاء المتعالمين في مصر في أيام الاستعمار الإنجليزي وغيره، ونفوا بعض الكتب التي تخالف السياسة الشرعية، ونفوا أن تكون هناك دولة إسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونظام إسلامي، انبرى لهم علماء الإسلام يردون عليهم ويردون على كتبهم، ورد عليهم في ذلك الزمان شيخ الأزهر مثل الشيخ محمد الخضر حسين والشيخ أحمد شاكر وغيرهم. فالمقصود أن نحن في خصائص النظام الإسلامي عندنا السيادة لله، عندنا الشورى، وهذا خصيصا من خصائص النظام الإسلامي. يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ويقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر. نعم. فالحاكم والإمام لا يجوز له يعني، والعالم كذلك لا يجوز له أن ينفرد بالحكم في الأقضية إذا كانت هذه القضايا ليست نصية إنما هي أمور اجتهادية. نعم. فيجب على العالم، عالم الدين أو الحاكم، لابد في الأمور الاجتهادية أن يكون في اجتماع وشورى بين العلماء الفقهاء وبين الحكام والأمراء الذين يسيسون الأمر، وبين المتخصصين في ذلك المجال الذي يراد أن يقضى فيه القضية. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء الذين يستنبطونه من أولي الأمر هم العلماء والأمراء. نعم. وفي الزمن الأول، في زمن الخلافة الراشدة وما تلاها، كان الحاكم حاكم مجتهد. نعم. يعني الحاكم كان عالم بالشريعة وعالم بالسياسة. نعم. مثال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان هو أعلم الصحابة وأفضلهم. نعم. أعلمهم بالشريعة، وكان هو الذي يسوس أمور المسلمين ويدبر شؤونهم ويرعى يعني قضاياهم ويرعى حلول مشاكلهم. فلهذا العلماء، علماء الفقه وعلماء السياسة الشرعية، من ضمن الشروط التي وضعت للإمام والخليفة الأعظم، وضعوا له شرط الاجتهاد. نعم. أن يكون مجتهدا في علوم الشريعة. لماذا؟ حتى لا يحتاج إلى غيره في قضية معرفة حكم الشريعة. ربما في القضية يفصل بين الأمور المختلفة فيها يعني. هو أصلا في الزمن الأول، في العصر الراشد، في عصر الخلفاء الراشدين، كان الخلفاء الراشدون هم الذين يفصلون في القضايا، وكان هم الذين يعينون القضاة، وكان هم الذين يؤمرون أمراء الجيش، وكان هم الذين يضعون الوزراء والعمال والكتاب والذين يكتبون المعاهدات، والذين ينظرون في أوقاف المسلمين، الذين ينظرون في جباية الأموال. طيب شيخ إلى غير ذلك. شيخ عصام، الدولة التي تحكم وفق السياسة الشرعية وتحكم بالمرجعية الإسلامية، هل هذه الدولة تتعارض مع حقوق الإنسان كما يسمى في العصر الحديث حقوق الإنسان، وتعارضها يعني مع الإسلام ومع حكم تحت السياسة الشرعية؟ هل هناك تعارض؟ نحن لا نقول مرجعية إسلامية، لا، هي الدولة يجب أن تكون دولة إسلامية، الدولة. نعم. ولهذا هنا نقول لبعض من يقول، ممن يحسن الكلام يعني تزيين الكلام، يقول أن الدولة شيء اعتباري، يعني كيف نقول أنها إسلامي وغير إسلامي؟ لا، الدولة لابد أن تكون إسلامية. الدولة أنظمتها، دستورها، نظامها، إلى غير ذلك ما يتعلق بالدولة لابد أن يكون كله منبثق من أحكام الشريعة الإسلامية والتابع للشريعة الإسلامية. نعم. ولهذا منظمة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي المنبثقة يعني من المؤتمر العالم الإسلامي أو كذا، هذه منظمة المؤتمر الإسلامي وضعت معايير للدولة الإسلامية في الزمن المعاصر. نعم. من ضمن المعايير التي وضعتها أن تلتزم الدولة بأن تنص في دستورها أن الدولة دينها الإسلام، مش الشعب دين الإسلام. نعم. الدولة دينها الإسلام. إذن نظام الحكم فيها إسلام. هل إن قلنا الدولة دينها الإسلام يعني هنا تصبح المؤسسات وتصبح يعني الوزارات وغير ذلك تحكم بالإسلام؟ هو أمر بسيط. نعم. هو أمر بسيط جدا، الإسلام سمح وميسر. نعم. ما في هي القضية ألا يكون هناك في مخالفات في أنظمة الدولة. نرجع إلى القضية، كل مخالفة. نعم. في أي نظام من أنظمة الدولة نزيله، كل نظام نزيله. نرجع إلى القضية التي تثار بأن حكمة الدولة بالإسلام فسوف تتعارض مع حقوق الإنسان، فما صحة ذلك؟ هنا أريد أن أشير إشارة واضحة وجلية.
إلى قضية الدستور الليبي وما يعد له. نعم. أنا أنصح القائمين على الدستور ورئيس لجنة الدستور ألا يخالفوا الشريعة الإسلامية في كل قضايا الدستور. نعم. وفي الصغير وفي الكبير. نعم. ثم أنصحهم ألا يستأثروا بالأمر دون الرجوع للعلماء والفقهاء والقضاة الشرعيين والخبراء القانونيين الذين يصيغون صياغة قانونية دون مخالفات شرعية. نعم. أن يعرض الدستور على لجان مختصة من الفقهاء والعلماء الشرعيين والمختصين القانونيين الذين يدركون القضايا القضائية قضائية والسياسية قبل أن يعرض على استفتاء. ثم نقول لهم أن قضية الشريعة الإسلامية هي فوق كل دستور. نعم. وفوق كل أنظمة لا يستفتى عليها ولا يستفتى عليها أصلا. نعم. وكل نظام وكل دستور يخالف الشريعة الإسلامية هو باطل من أصله ولاغي سواء استفتى عليه الناس أو لم يستفتى عليه الناس. نعم. لا عبرة باستفتاء الناس لأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده في هذه القضية. نعم. فهنا نقول أن تحييد العلماء وتحييد الفقهاء في قضية مراجعة الدستور مكيدة كبيرة لهذه الأمة ولهذا الشعب. نعم. وكانت هناك مبادرة من مجلس الدراسات والبحوث الشرعية وهيئة علماء ليبيا ومؤسسات المجتمع التي يعني هي تحب الإسلام ومرجعية الشريعة الإسلامية. نعم. أرسلت هذه المبادرة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور وكانت فيها قضايا أساسية ينبغي أن تصاغ وتوضع في الدستور وتكون هي يعني قضايا لا نقاش فيها ولا جدال فيها حتى لا نقع في فتن وبلايا ومشاكل وقد يصل إلى أمر أكبر من ذلك إذا كان هذا الدستور وبدايته بداية سيئة. ولابد أن أشير هنا كذلك أن الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضعه المجلس الانتقالي كانت فيه مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية ولم يعني يراعي في نصوصه كثير من مسائل والقضايا الشرعية. نعم. فكذلك هذا مما يجب أن نشير إليه وقد كتبت بعض الملاحظات ومذكرات عليه على كل حال. نعم. قضية السياسة الشرعية وهل تخالف حقوق الإنسان, نعم. نقول إن قضية حقوق الإنسان ومبدأ حقوق الإنسان الذي اعتمد في المنظمة الأمم المتحدة هذا المبدأ وهذا النظام نظام حقوق الإنسان في كثير من أنظمته وقوانينه يخالف الشريعة الإسلامية أصلا. نعم. فنحن لا نقر منه إلا ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. نعم. وما كان مخالفا للشريعة الإسلامية نرفضه ولا يعني نؤمن به ولا نعتقده ولا ندين لله عز وجل. نعم. به بل إن دولتنا دولة المملكة الليبية رفضت التوقيع على كثير من أنظمة الأمم المتحدة لمخالفتها للإسلام. نعم. كثير من أنظمة الأمم المتحدة الآن تخالف مخالفة واضحة للإسلام. أنا أضرب لك مثال ما يسمونه بحقوق الإنسان مثلا. نعم. الآن والعياذ بالله أنظمة الزواج. نعم. هم عندهم زواج المثليين زواج المرأة من المرأة أو الرجل من الرجل يرونه جائز ويرونه حق للمرأة وللرجل. الرجل يتزوج الرجل والمرأة يتزوج مرأة وهذا يسمونه حق مدني وحقوق إنسان. نقول لدعاة الليبرالية والعلمانية ومن يعارضون السياسة الشرعية إذن أعلنوا أنتم أنكم توافقون على مثل هذه القضايا. وهم هؤلاء الليبراليون والعلمانيون والذين يرفضون السياسات الشرعية إذا أعلنوا هذا بان واتضح يعني كرههم للإسلام وردهم للشريعة عند عموم الناس. نعم. ولكنهم يتزينون ويعني يتركون الإفصاح عن مثل هذه القضايا. نحن نقول أي نظام في العالم نأخذ منه الطيب. نعم. الصالح ما يعني يتوافق مع شريعتنا السمحة الميسرة. نعم. السهلة. نعم. ونترك منه الفاسد أمر طيب بسيط. طيب يعني نحن لا نريد يعني معاداة للشعوب والأمم. شيخ عصام في الوقت الذي ابتعد فيه عامة الناس وعامة المسلمين عن تعاليم دينهم وعن مما افترضه الله جل وعلا عليهم, ها هنا السؤال الذي يطرح يعني هل نستطيع تطبيق يعني الإسلام كمنهج حياة في أمة قد ابتعدت عن الإسلام وضيعت يعني كثير مما أمر الله جل وعلا؟ يعني
لا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت هذه الشريعة الإسلامية وهذه السياسة الشرعية بكل أنواعها، سواء كانت سياسة في مجال المجال الأسري، في مجال العلاقات الدولية، في العلاقات الداخلية، في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي المالي، في كل الأنظمة، لا شك أن السياسة الشرعية هي مما يطيقه الإنسان ويستطيع أن يمارسه في كل زمان وفي كل مكان. بل إن لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن إذا أردنا أن ننظر في تاريخ العالم الإسلامي ويعني قيام دول إسلامية عظمى في الأزمنة، في كل الأزمنة ولو حتى في الأزمنة المتأخرة، نجد أن كل هذه الدول وهذه الأمم التي قامت، عندما قامت إذا كانت مسلمة لم يكن لها حضارة وقيم ورقي إلا عندما تمسكت بالإسلام الصحيح. نعم. وانظر في تاريخ العالم الإسلامي، وعندما تترك الإسلام وتترك التمسك به وبنظامه وأنظمته، مثل الأنظمة الجنائية والأنظمة الاجتماعية والأنظمة السياسية والدفاعية والعسكرية، يصبح فيها فساد وظلم وعثو في الأرض ثم تسقط. السياسة الشرعية نافعة وصالحة لكل زمان ومكان. وربما الخوف من عموم المسلمين وخاصة ممكن من فئة الشباب وغيرهم يقولون سوف تقيد حرياتنا الشخصية هذه السياسة. نعم الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية تقيد الحريات الشخصية للذين يتبعون الشهوات، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد منكم التوبة والرجوع والأوبة والاستقامة على طريق الله وعلى شريعة الله. ويريد الذين يتبعون الشهوات، لا يوجد زمان ولا يوجد مكان إلا وفيه أناس ممن يحبون الشهوات ومما يحبون الفساد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان المنافقون يحبون الفساد ويحبون الشهوات ويحبون المخالفة ولا يريدون أن ينقادوا لكتاب الله ولا لسنة رسوله. ربما شيخ هذا من ناحية الشهوات، أيضا من النواحي الخطيرة هي الشهوات أنواع كثيرة. هناك الشبهات، كنت أقرأ يعني اليوم الصباح لمدونة ليبية تتكلم عن أمر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات الصحابة من بعده، أن كل ذلك أمر اجتهادي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغير إلزامي للأمة، والجهاد أيضا أمر جهاد أمر اجتهادي، وتتبنى هذا الرأي وتطرحه على عامة الناس، فكيف تسللت هذه الأفكار لعوام المسلمين؟ والله يعني هذه المدونة، هذه الأخت، هذه لم تقرأ كتاب الله، ولهذا لو قرأت كتاب الله لقرأت فيه قول الله تعالى يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن فهم كثير من الناس للجهاد فهم خاطئ، لأن الجهاد لم يشرع لسفك الدماء ولا لاسترقاق الناس ولا لاستعبادهم، إنما شرع الجهاد لتبليغ دعوة الإسلام. ولهذا